ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا حلقة بتكون بسيطة وسهلة إن شاء الله وسريعة. نبي نحط خيط في الماكينة. كيف نحط خيط في الماكينة إخواني؟ برويكم الحين عقب شوي. طبعا الأدوات المستخدمة بتكون الخيط اللي هو P1، هذا خيط مخصص للجيجي 20 LB. زين، وعندنا الماكينة هذه اللي نحط فيها السبول أو الخيط، هذه البكرة هذه مال الخيط. زين، وعندنا طبعا اللي هو هذه ماكينة السلو جيجينج اللي هي كاتالينا زين من دايوة، وعندنا طبعا الرود هذه اللي هي اوشن ليجنسي زين، وقطعة من التيب نحتاج بعد. اوكي، يلا بسم الله، خلينا نتوكل على الله ونبدأ نسوي طريقة ربط الخيط زين في الماكينة. اخواني في البداية نحط قطعة من التيب، هذا مال التيب عادي مال الكهرباء زين، بنحط منه قطعة هني. ليش نحط قطعة اخواني من التيب؟ عشان ما هي، لان هذا بريد لاين، بريد لاين يعني خيط حرير زين، مو بخيط نايلون. الخيط الحرير عادة اخواني على الاسطح الملسة هذه زين ما يثبت، فنحن نحط له قليل من التيب هذا زين على اساس نثبته في الماكينة. اوكي، يلا مثل ما تلاحظون اخواننا هذا الخيط ركبناه في بكرة الماكينة. اوكي، زين الحين بنكمل، بنحط بنربط الخيط نفسه، بندخل من القايدات وبنربطها. شوفوا الربط اخواني كيف بسويه، ندور بهالطريقة زين ونلف الخيط، 1 2 3 4 5. اوكي، ونرد ندخله فها هالمكان. اوكي، نشد الحين، نحط الخيط باتجاه التيب. وين حطينا التيب اخواني؟ هنا التيب، نحط الخيط باتجاهه. اوكي، نقطع هذه القطعة اخواني. وشي اخوان الحين هاي الربطة هني زين على التيب. الحين شو بنسوي؟ المفروض اخواننا الحين ان نحط البكرة هذه، نحط البكرة هذه في القطعة اللي رويتكم اياها قبل، اوكي، يلا الحين طبعا ركبنا القطعة زين، وركبنا السبول في هذه القطعة زين، طبعا هذا الدراج، هذا اللي شد على القطعة، اللي شال السبول ما يخليه يتحرك بنعومة. اوكي، شوفوا كيف تحرك الحين، كل ما شد كل ما بتخف حركتها، شوفوا. اوكي، نبغى تكون اشد يعني شوي. اوكي، اثبت ان الخيط يكون عندنا تايد، يعني الخيط يكون مشدود داخل بكرة الماكينة. كينا طبعا اخواني زين ما تحتاج تسوي، يعني ما تحط صباعك اساس انه ترتب الخيط من يمين لليسار، الماكينة هي بروحها ترتب الخيط من يمين لليسار. اوكي شباب، هذه هي يعني انسب طريقة تجمع فيه الخيط ويكون تايت، يعني ما يكون في فراغات فيه. لو كان في فراغات مشكلة كبيرة، الخيط بيتشربك في بعضه داخل اثناء السحب، وبيسوي لك ثقل زيادة على الدراج، وبتقطع السمكة على طول. خلصنا اخواني سبولينج للماكينة مثل ما تلاحظون كش مرتب، امورها طيبة يعني. خلاص الحين شو بنسوي؟ بنلصق الخيط شي من برا وخلاص انتهى الموضوع. يعطيكم الف عافية، لا تنسون الاشتراك واللايك شير لاحبابكم واصحابكم اللي يبون يتعلمون عن الصيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.